هو انا ما اعرفش اللي احنا وقفنا فين، يعني هو حصل خطا فني عموما احنا بنعتذر عنه، ما اعرفش احنا بقى وقفنا فين في هذا الخطا الفني، فهنبتدي من الاول تاني خالص. مشاهدينا هرجع لكم تاني، ودلوقتي معانا فقره عن البرلمان. طبعا كلنا بنتابع البرلمان، هي نفس الكلام اللي قالته على فكره، كلنا بنتابع البرلمان بشكل يومي لانه طبعا هو حدث تاريخي وجديد علينا ان احنا نتابع البرلمان اصلا. والحقيقه الاسبوع دوت كان فيه جلسه ساخنه او جلسات سخينة جدا وأحداث سخينة جدا، هنعرفها أكتر من خلال ضيفنا وهو الأستاذ الصحفي محمد غريب، الصحفي بمصر اليوم ومتخصص في شؤون البرلمان. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير أستاذ محمد. عادي. خلينا نتكلم على آخر أخبار البرلمان وآخر قرارات أصدرها البرلمان. نبتدي بآخر لقطة في البرلمان امبارح، آخر جلسة في الأسبوع. الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس أعلن خطاب وصل من الشيخ محمد حسان بيعلن فيه قبول واعتذار النائب زياد العليمي بعد زيارة العليمي ليه، وهو قال ان انا عفوت عنه وصفحت والامر بالنسبه لي انتهى. دي كانت اخر لقطه. قبلها في بقى تفاصيل، ان في امبارح وصل الصبح خطاب من المجلس الاعلى للقوات المسلحه للمجلس، بيقول بيهني ان النواب على ادائهم وحرصهم على سمعه المجلس، وفي نفس الوقت بي 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 بيقول ان هو غاضب من اللي حصل ومن اساءه احد النواب لقياده المجلس العسكري، وبيترك الامر بالكليه لمجلس الشعب للتصرف. طب يعني دلوقتي المجلس العسكري قرر انه لن يتخذ اي اجراء قانوني ضد النائب العليمي، في نفس الوقت رئيس البرلمان قبل اعتذاره. قبل اعتذار العليمي بالظبط؟ لا، هو العليمي اللي حصل ان هو كان طلبوا منه الاعتذار. ايوه. ورفض اعتذار صريح، وقال ان انا بعتذر اذا كان كلامي اساء لحد. فده كان يوم الحد. حد. ايوه. وبعدين جم بالليل وبدأ مجموعة من النواب اجتمعوا وبدأوا يحاولوا يعملوا وساطة، لأن حصل أن ابتداء من الظهر لحد عدد كبير قوي من المواطنين وبعض الضباط المتقاعدين قدموا بلاغات في النيابة العسكرية ضد زياد العليمي، وده يحولوا للمحاكمة العسكرية. لأن ده في حالة رفع عنه الحصانة. هو لا، هو مش في حالة رفع عن الحصانة، هو البلاغ بيتقدم والنيابة بتقدم طلب للمجلس برفع الحصانة عن النائب بصفة مؤقتة علشان يمثل أمام التحقيق. فاللي حصل انه هو احنا عارفين القضاء العسكري مشكلته انه اجراءاته سريعه، وده ممكن يضع النائب تحت يضع في ازمه كبير. فحصل ان وعد النواب دول تواصلوا الى صيغه يقولها زياد العليمي في الجلسه ثاني يوم يعتذر فيها، وفي نفس الوقت لا تمس كرامته، لانه هو الفكره اصلا الاعتراض على حاجه يمكن عشان بس المشاهد يبقى عارفها، حاجه في اللائحه ان ممكن المجلس يحاسب المجلس الشعبي يحاسب النائب على اي تصرف او كلام قاله يسيء لسمعه وصوره المجلس. هو ده كان السبب اللي خلاهم يحركوا الفكره. مجموعه النواب دول اتفقوا على الصيغه، اتفق عليها زياد العليمي واحد النواب مع نفس المجموعه، والنائب حسن عبد العزيز من اسكندريه بدا يعمل اتصالات مع الشيخ محمد حسان لان زياد يروح يعتذر له في مكانه. فوافق فعلا زياد العليمي، ورحنا بالليل الساعه 9 يوم الاحد في مقر قناه الرحمه عند الشيخ محمد حسان في مكتبه، وتم المقابله. واللي حصل ان زياد العليمي شرح للشيخ محمد حسان هو قال ايه. الشيخ محمد حسان ابدا يعني صعد صدره قال له انا ما سمعتش اللي اتقال، واذا كان ده اللي انت قلته فانا بوضح لك انا كنت اقصد ايه من كلامي عن مبادره المعونه. تمام. يعني هي تفاصيل كتير، واضح وواضح ان في مش هنقول يعني تعنت، بس هنقول ان في التزام بالمواقف من الطرفين لو هنتكلم بشكل او باخر. ده بالتاكيد. او بالثلاث اطراف، خلينا يعني نقول مجلس الشعب والمجلس العسكري وزياد العليمي بصفته حاليا كنائب. السؤال هو بقى اللي يعني مدلول الازمه ديت او تبعيات هذه الازمه، اولا هل دوت بيأثر على منظر النواب الشباب اللي هو، لان هو زياد يعتبر من اصغر النواب الموجودين في البرلمان، واللي هو يقال ان هم من رحم الثوره اللي قدروا على الاقل يخشوا البرلمان من الثوره، هل ده اثر عليهم مبدئيا؟ وثانيا هل دوت جرس انذار لكل النواب؟ هو ممكن تتحسب بكذا طريقه، من ناحيه وده راي عدد من نواب الثوره او نواب الشباب، كانوا بيقولوا امبارح ان التعنت من او الضغط من المجلس العسكري اللي كان بيقال انه موجود من قبل كده على عقاب العليمي سببه هو الاساءه او الضغط على صوره شباب ثوره.
في بعض شايف ان عشان كده كانوا بيبادروا، يعني لو كان جت من حد تاني ما كانش ممكن يبقى الرد الفعل بهذه، وده اللي هم عملوه امبارح ان يعني. هم بالظبط، لان هم قالوا طب ليه ما حدش حاسب النائب مصطفى بكري على الاساءه اللي واجهها البارده باعتباره مواطن مصر، وبداوا بالفعل جمع توقعات امبارح بطلبه باحالته واتخاذ معاه نفس الموقف اللي اتخذ مع زياد العليم. تمام. لان هم شايفين ان ما فيش فرق، فهنا هم شايفين في تعنت فبيحاولوا ان هم يتداركوا الموقف. وده اللي حصل امبارح. ويمكن من الاسرار اللي مش معلنه ان كان في اتصال حصل، وده انفراد للبرنامج، ان اتصال حصل ما بين الدكتور سعد الكتاتني والمجلس العسكري، وهو طلب منهم بشكل صريح ان هو المجلس يتولى الامر بعيدا عن المجلس العسكري وبعيدا عن اي حاجه. فده اللي حصل فعلا، وان خطاب المجلس العسكري قال كده. طب المجلس العسكري قال ان بنترك الامر كلياتا لمجلس الشعب للتصرف. طبعا دي مبادره محموده من الدكتور سعد الكتاتني حفاظا على كرامه النائب. اكيد طبعا 100%. قبل ما نخش تفاصيل بقى الاخبار التانية عايزين نتكلم عنها بشكل سريع جدا، واحنا مش شايفين ان احنا كل ده زي موضوع الكتاتني النائب زاد الاعلامي، زي موضوع الاذان، زي موضوع الهولز، واحنا مش شايفين ان احنا عمالين بنضيع وقت ومجهود على مستوى الشارع اعلاميا على حاجات، مع ان المفروض يكون البرلمان دلوقتي في ادق مرحله بيحاول يبني فيها تاني وبيحاول ينقذ ما يمكن انقاذه من اللي بيحصل في مصر، ولا احنا غلطانين؟ لا، هو كلام مش غلط، بس خلينا نفرق بين حاجتين. بان الازمات في البرلمان ده امر معتاد، حتى في البرلمانات اللي في الديمقراطيه المستقره في اي دوله ما تاخدش هي الصداره اللي بالظبط، هي دي الفكره، فكره انها تاخد حجم قد ايه، لكن الازمات موجوده، لكن تاخد حجم قد ايه. وده اللي خلينا نقول ان اكتر ناس سعت فعلا، ودي حقيقه، لانهاء الازمه ما بين الشيخ محمد حسان وزياد العليمي هي النواب حزب النور. قالوا احنا شايفين ان الموضوع بياخد اكبر من حجمه وعايزين نلمه لان في قضايا اهم. طبعا ده الكلام اللي قالوه بشكل صريح اعضاء الهيئه البرلمانيه لحزب النور. خلينا نقول برضو اول امبارح اقر البرلمان نتائج تقرير لجنه الصحه بحاله الرئيس المخلوع لمستشفى مستشفى تورا. ايه اخر هو بالفعل وصل ليه القرار؟ هو القرار قال ان المستشفى، او حسب تقرير اللجنه، ان المستشفى جاهزه لاستقبال اي حالات حرجه في خلال اسبوع. هما راحوا زاروا مستشفيتين، هو عشان بس الناس مش عارفه ان في مستشفيتين في السجن، في مستشفى المزرعه وفي مستشفى لومان تورا. فهما لقوا ان مستشفى اللومان جاهز بالفعل لاستقبال حالات حرجه في خلال اسبوع، والمستشفى المزرعه قدامه حوالي اسبوع عشان تجهيزاته تخلص، لكن مستشفى اللومان جاهز فعلا من دلوقتي يستقبل. فتم احاله التقرير الى النائب العام علشان حكم او قرار قرار ابقاء الرئيس مبارك السابق في مركز الطب العالمي كان قرار المحكمه، فبالتالي لازم المحكمه هي تاخد قرار بنقله لسجن تورا. طيب خلينا نتكلم برضو على موضوع مهم جدا، وهو المناقشات على قانون الانتخابات الرئاسيه، خصوصا على الاعلان الدستوري والماده 28 من الاعلان الدستوري واللي بتحصن القانون من اي طعون. بالظبط. مدى اهميه الحوار دوت طبعا في الوقت ده، ده حوار مهم بقى. هي ما كانش حوار بس، ده تحول لازمه كبيره امبارح في المجلس، ترتب عليها ان في 2 من النواب انسحبوا معترضين. النواب كان تحديدا النائب ابو العز الحريري والنائب ممدوح اسماعيل، هم قالوا ان بنطالب بان في الماده 28 اللي بتحصن اللجنه القضائيه المشرفه على انتخابات الرئاسه من اي طعون، وده فعلا يعني سياسيا ودستوريا غير مقبول، لان ما فيش اي قيود على حق المواطن الطعن على اي نتائج انتخابات، ده حق لاي مواطن في الدنيا كلها، حق طبيعي. فبالتالي ما ينفعش يصادر عليه. وكده كان موجود في مجلس الشعب وكان موجود في مجلس الشورى المفروض. ما كان موجود، لكن هو القرار الانتخابات الرئاسيه هي الوحيده اللي هو القرار اللي طلع فعلا، او الاعلان الدستوري اللي طلع بتشكيل لجنه الانتخابات الرئاسيه حط لهم الحصانه ده، وده مرفوض سياسيا وقانونيا كمان. تمام. فقالوا ايه الحل؟ فاقترح النائب ممدوح اسماعيل امبارح في اللجنه التشريعيه ان يصدر اعلان دستوري من المجلس العسكري بتعديل المادة ورفع الحصانة. فالنواب ردوا عليه، تحديدا النائب حسين إبراهيم رئيس هيئة البرلمان للحرية والعدالة، قالوا إن ده ما ينفعش، لأن المفروض إن المجلس بقى ليه سلطة التشريع، فده ممكن يمس مجلس الشعب. فقالوا لا، ده إجراء استثنائي لتسهيل الأمور. وترتب عليه إن انسحب النائب ممدوح إسماعيل والنائب أبو العز الحريري من الاجتماع، رغم إن التعديلات أصلاً اللي كانت مطلوبة على مادتين تانيين، لكن الناس كانت أصارت الكلام على مادة 28 لأنها هي الأخطر. المادتين التانيين، المادة 32 ومادة تانية، كانوا مشكلتهم بسيطة، هي مسائل إجرائية. مسائل اجرائيه يعني، بس كان فيها محتاجه تعديل، علشان بس فكره الثقه في الفرز يبقى في ثقه. الثقه يعني ايه؟ معلش، يعني هو اجراءات الفرز كان فيها حاجه ناقصه، فقالوا لا، او حاجه موجوده مش مظبوطه تدي حصانه شويه للقاضي، فقالوا لا نشيلها علشان ندي فرصه لوسائل الاعلام والمراقبين يبقوا موجودين بحيث يبقى في شفافيه في الفرز.
في الفرز وفي الطعن في النتائج وفي غير وفي الإعلان النتيجة ما يكونش محصن بالضبط يعني. كده جمعية تأسيسية للدستور والإعلان الدستوري وتشكيل الدستور والمعركة الدائمة اللي بدأت من بعد الثورة لحد النهاردة وصلت لإيه في البرلمان وإيه اللي هيحصل يعني اليومين الجايين دول هيحصل إيه قبل ما يبقى فيه انتخابات رئاسة حتى الآن يخص الدستور. حتى الآن معركة الجمعيات التأسيسية لوضع الدستور لم تنتقل للبرلمان حتى الآن هي زالت خارجه بين القوى السياسية. هتنتقل للبرلمان امتى؟ اول ما مجلس الشورى يبتدي اول جلسه، لان بمجرد ما تنعقد جلسه الافتتاحيه الاجرائيه لمجلس الشورى بعدها مباشره في نهايه فبراير هتنعقد الجلسه المشتركه اللي هيتم فيها بدء في اختيار اعضاء اللجنه التاسيسيه. يعني لازم يكون مجتمعين الاثنين اعضاء مجلس الشعب ومجلس الشورى عشان يتم اختيار هو من الاجراءات الدستوريه والقانونيه بدء الدوره البرلمانيه بانعقاد المجلسين في جلسه مشتركه. فالجلسه المشتركه ودي اللي كان بيحضرها رئيس الجمهوريه قبل كده هو ممكن يحضرها المسؤول حاليا عن السلطه في الفتره الجايه ده اجراء قانوني عادي. في تلويح اعلامي من الاخوان ومن السلفيين ايضا بسحب الثقه من الدكتور جمال الجنزوري الحد اللي جاي، ايه الكلام ده؟ هو ده مش تلويح من الحريه عداله ونور بس، ده مطلب لقوى سياسيه تانية كتير كانوا هم قدموا استجوابات بعد احداث بورسعيد في الجلسه الطارئه اللي حصلت يوم الخميس ثاني يوم احداث بورسعيد. لكن الاستجواب وده خليني احب اوضح عشان في ناس كتير قوي زعلت ان المجلس ما خدش اجراء ضد الحكومه، هو الاستجواب مشكلته انه قانونا او لائحيا لازم تقدمه وتستنى بعدها فتره عشان تناقشه عشان يدوا الحكومه فرصه تيجي تدرد. الحاجه الثانيه القانونيه ان ما ينفعش تقدم استجواب للحكومه قبل ما الحكومه تدلي ببيانها امام المجلس. فيوم الاحد الحكومه الدكتور كمال الجنزوري هيدلي ببيان الحكومه، بعد بيان الحكومه يقدروا يناقشوا الاستجوابات في نفس اليوم او ثاني يوم زي ما هم عايزين. وهل فعلا ممكن يكون من يترتب عليه سحب الثقه في جد؟ وده في اتجاه بقوه جوه المجلس لسحب الثقه من الحكومه. سحب الثقه فقط صح؟ يعني لجنه تقصي الحقائق عموما التابعه للبرلمان هي مش لجنه في الاخر يعني مش قضائيه ما بتصدرش احكام تمام. لكنها قادره ان هي تسحب الثقه تماما. لا هي لجنه تقصي الحقائق ما لهاش علاقه بسحب الثقه. سحب الثقه دي اداه برلمانيه للبرلمان عموما. للبرلمان لجنه تقصي الحقائق بتقوم بدورها علشان تقدمه للقضاء. لكن سحب الثقه هو اجراء برلماني يترتب على الاستجواب، بيعملوا استجواب للحكومه ويعلنوا سحب الثقه منها. طب ممكن ده ما حصلش في برلمان مصر قبل كده، هتبقى سابقه طبعا برلمان الثوره. فهو اللي هيبقى في تصويت ولو فعلا يحصل تصويت سحب الثقه الحكومه بتقدم استقالتها، وممكن هنا يا اما المجلس الشعبي يشكل حكومه ائتلافيه او يشكل الحكومه باي شكل او يترك الامر للمجلس الاعلى للقوى المسلحه. هل هو بيحمل ده؟ ده حق مجلس الشعب انه يشكل حكومه ائتلافيه؟ نعم حق من حقوق مجلس الشعب انه يشكل حكومه ائتلافيه. انه ممثل الشعب طبعا المجلس يشكل حكومه. ما هو ده موجود في النظام البرلماني في الدنيا كلها، ان اللي بيشكل الحكومه هو الاغلبيه اللي بتنجح في المجلس او اعضاء المجلس لو ما فيش اغلبيه مطلقه. حاليا الاغلبيه موجوده اغلبيه نسبيه، اغلبيه مطلقه هي 50% زائد واحد من الاعضاء. طبعا نسبه الحريه والعداله حوالي 46 تقريبا في المية. فهم ممكن يشكلوا من خلال القوى اللي موجوده، كل واحد يطرح من القوى السياسيه والاحزاب الممثله في المجلس يطرح مجموعه من الاسماء وتم تشكيل الحكومه. اخيرا جدا وسريعا جدا جدا جدا، موضوع المواقع الاباحيه دوت ايه بقى النظام؟ هو حتى الان ما فيش اي تفاصيل عنه. هو تم تقديمه لكن لم يناقش، هو بيتم تحويله للجنه المختصه. وفي الحاله ده كان اقتراح ولا ده يعني عشان بس الساده المشاهدين دلوقتي احنا كلنا عندنا لبس في هذا الموضوع. قال لك امبارح هيناقشوا هذا الموضوع وصحينا الصبح كلنا نتكلم على هذا الموضوع، ما حدش ناقشه امبارح ليه؟ لا هو لم يدرك في الجدول. طيب اوكي، ايه الموضوع بقى في الاخر؟ هو الموضوع هو سريع، ما انا معنديش عنه تفاصيل قوي، لكن كل اللي اعرفه ان الموضوع اتقدم بيه بيان عاجل. فبيتم الاجراء الطبيعي في المجلس ان بيتم تحويل البيان العاجل الخاص بالمناقشه دي للجنه المختصه اللي هي لجنه الثقافه والاعلام والسياحه. بتناقشوا وبتعرض نتائج المناقشه على الجلسه العامه، وبيتم بقى اتخاذ الاجراء بقى اللي هو بتقترحه او توصيات اللجنه. وهل من حق الدكتور الكتاتني او من حق اللجنه المشرفه او من حق القائمين على مجلس الشعب يعني ان هم يقولوا والله يا جماعه احنا شايفين ان ده موضوع مش مهم دلوقتي، احنا عندنا موضوعات كتيره جدا المفروض تناقش حاليا اولويات، فبالتالي يتم ارجاء هذا الموضوع لحد ما نشوف الحاجات الثانيه اللي عايزين نتكلم فيها؟ ده مساله اداريه واجرائيه عاديه جدا، ممكن تتحط في جدول متاخر او جدول متقدم حسب اولويات المناقشه. ومش هيحصل ولا حصل اعتراض؟ لا دي مساله اصل في فرق بين يتم تاجيله او حطه في ترتيب متاخر في الجدول او لغيه. لا دي قصه ثانيه، لغيه دي حاجه مرفوضه. لو هي دي المواضيع المستعجله بقى ربنا يستر. استاذ احمد غريب الصحفي المصري اليوم متخصص شؤون البرلمان، بشكرك جدا على الكواليس اللي دخلتنا فيها نار. شكرا جدا. شكرا. شادي هروح لفاصل ونرجع تاني، خليكم معانا، هيكون مع عايده بعد الفاصل. يلا